السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا اسمي ايمان من قناة يوميات امي. اللي ما يعرفنيش ولسه بيشوفني لاول مرة يخش يعمل لي بقى لايك ويعمل لي شير ويعمل لي اشتراك ويفعل زر الجرس. واللي عندي على القناة انا بحبكم جدا، لان كل واحد فيكم بيخش بصراحة بيعمل لي لايك وبيعمل لي شير وبيقول لكل اصحابه على القناة، فانا بشكر كل واحد موجود عندي على القناة. وصفتنا ايه النهاردة؟ وصفتنا البابا غنوج. والبابا غنوج كلنا في بيوتنا بنحب نعمله. اللي هو بقى ايه الوصفة بتاعتك ديت؟ انا حابة قبل ما ابدأ فيها عايزة اقول لكم، البابا غنوج دوت لو حد لا قدر الله عنده مشكلة في القلب بتبقى مفيدة ليه. لو حد معرض ان هو بيكون عنده التهاب في المفاصل او بالتالي عنده فعلا التهاب في المفاصل، حلوة قوي قوي برضو الوصفة دي. معانا ايه بقى عشان ما نطولش؟ معانا بتنجانة هنا احنا شوينها في الفرن، ومعايا هنا معلقة ثوم، وهنا قرن فلفل حراق على قرن فلفل رومي، ومعايا شوية بقدونس، ملح، كمون، شوية شطة. تمام؟ طيب هنعمل ايه؟ هنشيل بس القشر هنا من البتنجانة وهرجع لكم تاني. انا خلاص اهوت قشرتها، ههرسها، وبعد ما اهرسها هرجع لكم تاني. انا خلاص اهوت انا هرستها بالشوكة. لو عايزين تضربوها في الخلاط اضربوها، او تضربوها في الكبة براحتكم. انا بحب يكون فيها لحم كده، دي بالنسبة لي انا بحبها كده. هنضيف عليها ايه؟ هنضيف عليها معلقتين طحينة اهو، وهنضيف عليها معلقة الثوم، وهنضيف عليها كل المكونات اللي احنا قلنا عليها في الاول، الفلفل اللي هو الحراق السبايسي دوت، وشوية البقدونس، ومعلقة الملح والكمون والشطة، وده برضو الشطة اختياري. واللي برضو مش عايز يحط قرن فلفل الحراق برضو اختياري، احنا بنحبها كده. ههرسها حلو بقى وهرجع لكم دي. انا خلاص اهو هرستها وظبطتها، هحط عليها ايه بقى؟ هحط عليها معلقة خل ومعلقة زيت. تمام؟ ادي معلقة الخل اهو، مش كتير بس حاجة تطعمها كده، وادي معلقة الزيت، حطها بقى في طبق واوريها لكم في الاخر. يا جماله يا جماله، اتفرجوا بقى على الحلاوة وذوقوها وجربوها. انا عارفة ان انتوا اصلا كلكم ناس شاطرة، جربوها هتعجبكم. دي للبنات اللي هي مبتدئة اللي لسه عايزة تساعد مامتها في المطبخ، تجربها كده وتفاجئ مامتها بيها وتقولي ايه رأيها. سلام عليكم ورحمة الله.